صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ما حد سأل عليا؟ الهدف سألت مرتين لغاية دلوقتي. بفكر حضرتك يا فندم عشان تمر على عملية مصر الجديدة. خلاص يا فوزي انا فوت عليهم قبل ما اجي، مع السلامة. الو؟ اخيرا وصلت. تسمح تقولي حضرتك كنت فين لحد دلوقتي؟ اسمعي يا هدى، خلي النهارده يفوت على خير. انت ايه يا ستي؟ ما بتتعبيش ابدا؟ اسمتي مكتوب عليا تعب القلب. بقول لك كنت فين؟ بعدين هبقول لك كنت فين. 100 مرة قلت لك بلاش الطريقة دي. هو أنت خليت فيا عقل؟ تعرف يا عصام لو بصيت لواحدة تانية هقتلك. لا ده أنت زودتيها قوي، والعيشة معاكي بقت صعب. العيشة معايا أنا اللي بقت صعبة؟ طب يا عصام متشكرة قوي على أسلوبك المهذب ده. مع السلامة. صباح الخير يا عصام. اهلا اسماعيل. عمليه الزيتون خلصت؟ هتخلص بكره. ضروري يا اسماعيل، التسليم يوم 11 يعني بعد بكره. اطمن اطمن. الله، انما انت مالك؟ حاسس كده ان في حاجه مضايقاك. بنت خالتك يا سيدي اللي مطلعه عينيا بغيرتها. يا راجل، وده اول مره يعني؟ ما انت عارف هدى بتحبك قد ايه. انا معاك، بس الغيره لها حدود، لكن هي المره دي زودتها قوي. معلش، ما انتوا دايما بتزعلوا وبعدين تتصالحوا على طول. اسمع يا اسماعيل. ايوه. في حاجة هنا في الشركة محيراني ومخوفاني كمان. تعمل هنا ايه يا فوزي؟ ابدا، ده القلم اتنطر مني وكنت بجيبه. طب انا نازل. يلا يا اسماعيل، في حاجة مهمة في البوسطة؟ لا 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 لا، ما فيش ابدا. الكلام ده سر بينا يا اسماعيل، هقولهولك لان صداقتنا بقالها اكتر من 15 سنه ومحتاج لمساعدتك. خير يا عصام، انا تحت امرك. الشركه خاماتها بتنسرق، وللاسف اعتقد ان لمعي هو اللي بيعمل كده. لمعي؟ مش معقول. لا معقول قوي. مسكت عليه حاجه؟ لغايه دلوقتي لا، بس في شواهد بتاكد شكوكي، وعشان كده هبلغ البوليس. لا، الحاجات دي مش عايز التهور بتاعك، لازم تتأكد الأول. إنما إيه اللي خلاك تشك في لمع بالذات؟ اكتشفت إنه بيبني عمارة وهو يا دوبك ما حلتوش غير محيط. ها، وإيه تاني؟ وشفته بالصدفة مركب في عربيته المقاول حسين منيب، وأنا أعرف إن حسين بيتاجر في الحديد والأسمنت في السوق السوداء. وشافوك؟ مش عارف. ها، وبعدين؟ الأهم من ده كله، اكتشفت لعب في البونات. ياه، بالشكل ده يبقى عندك حق. لكن من رأيي نستنى شوية، وخلي واحد مرشد من المقاولين يراقب. يعني انت شايف كده؟ عشان نتأكد وما يحصلش دوشة من غير داعي. بقول ايه، ما تيجي تتغدى معانا؟ ايوة، عشان هدى تدب معايا خناقة تانية للصبح. طب اسمع، احنا عازمين كل ليلة دي على سهر. لا معلش، بلاش الليلة دي. بالعكس، الليلة دي احسن عشان تروقوا اعصابكم. اللي تشوفه. خلاص يا عصام، هستناكم الساعة 8. على العموم لو ما جيناش هنديكوا تليفون بعتذر. اوكي، بس حلو انكم تيجوا. حاضر، مع السلامة. باي باي. السلام عليكم. اشمعنى النهارده اللي جاي على ميعاد الغدا؟ تكونش الست الهانم اعتذرت؟ يا شيخة حرام عليكي، ارحميني. انت تستاهل الرحمة؟ يا هدى،
يا هدى ما تخلينيش اندم على اني اتجوزتك. والله ما حد ندمان غيري. ضحكت عليا وغشتني. روح يا شيخ منك لله. ده دي مقابله تقابلي بيها جوزك. تصرفاتك هي اللي مخلياني اعمل كده. لو انت زوج مظبوط كنت تحافظ على مشاعر الست اللي عايشه معاك. طب انا عملت ايه؟ كل الاعمال اللي بتعملها فيا دي وما انتش حاسس. وبعدين بقى اللهم طولك يا روح. شوف يا عصام، اذا ما كنتش عاوزني خلينا نفترق بالمعروف زي ما اتجوزنا بالمعروف. بالطريقه دي هتكون نهايتنا. طبعا عشان يخلالك الجو مش كده؟ لو تعرفي الحقيقه يا هدى. يا هدى يا حبيبتي انت بتظلميني بالطريقه دي. نفسي اثق فيك مره واحده بس، مره واحده بس. وانت مدياني فرصه، انت واخداني على مشامي على طول. طيب بالراحه كده ومن غير انفعال، تسمح تقولي كنت فين النهارده الصبح وايه اللي اخرك على مكتبك؟ اهو كده اقدر ادافع عن نفسي. انت عارفه يا حبيبتي لو انا ما باشرتش الشغل مفيش حاجه هتتعمل، عشان كده النهارده الصبح فضت على عمليه مصر الجديده ورجعت المكتب على طول. ولو ما كنتيش مصدقاني اتصلي بيهم هناك. نفسي اصدقك مره واحده في حياتي. هدى يا حبيبتي صدقيني انا بحبك ومليش حد في الدنيا غيرك. طب خلاص المره دي براءه بس لو ما تكمليش. ليكي عليا كل يوم قبل ما انزل من المكتب اكتب لك خط سيري. خلاص؟ خلاص. صافي يا لبن؟ صافي يا لبن. يلا بينا. الله، انت ليش ما لبستيش يا سوزي؟ يوه، ومستعجل على ايه؟ ما انا بلبس اهو. عشان ما يتاخرش يا حبيبتي على عصام وهدى. خلاص يا سيدي، انا جاهز. اقفل لي السطح. حاضر. مش فاهمه ايه اللي مخليك مصمم على العزومه دي الليله. وفيها ايه بس لما اروح؟ فيها اني تعبانه ومش قادره اروح. انا رايحه عشان خاطرك انت بس. اهو انت كده كل ما اقول لك نروح لاسماعيل تقولي لي تعبانه وعندي صداع. بقى مش عارف بذمتك ليه؟ لا مش عارف ليه. اسماعيل ابن خالتك وانتوا بتربيين سوا، علاوه على كده صاحبي من زمان، وكمان مراته سوزي ست ظريفه ومهذبه وبتعزنا قوي. اه سوزي مهذبه وظريفه بس معاك انت يا حبيبي. هدى هنرجع تاني للمنقرة. حاضر. اديني سكت اصل كلامي بقى تقيل على قلبك. طب يلا بقى يا حبيبتي عشان ما نتاخرش. ومستعجل قوي كده ليه؟ اصل عندي كلام مع اسماعيل في الشغل. اه يا اخويا اقعد انت بقى مع اسماعيل واتكلمه وسيبني انا معاها هي وهي دمها كده يلطش. سوزي بتحبك. هي قالت لك انها بتحبني؟ هدى يا حبيبتي خليكي بسيطه في معاملتك مع الناس. وانا شايف يعني ان سوزي ظريفه معاكي. هي فعلا بتبقى ظريفه معايا بس لما بتبقى انت موجود بس. نعم. بقول ايه؟ ايه؟ انت عارفه ان الفستان اللي انت لابساه ده يجنن؟ صحيح؟ انا مش هرقص تاني النهارده. ليه يا مدام؟ في حاجه حصلت؟ مش شغلك، قولي لهم وبس، وروحي انت كمان وانا بعدين هبقى اقصر. حاضر. الو. ايوه يا فندم، انا الرائد عزت. انا سوزي حرم المهندس اسماعيل حسين. جوزي بقاله اربع ايام ما جاش والشركه ما تعرفش حاجه عنه. وهو متعود يغيب عن البيت يا هانم؟ لا مش متعود يغيب بالشكل ده، وده اللي مخوفني اكتر. اطمني، احنا هنعمل اللازم بس اذا سمحت تديني العنوان. 15 شارع الحجاز مدينه المهندسين اذا سمحت، لحسن مشغوله عليه قوي. مع السلامه. عايزك موجود؟ ايوه يا فندم، اتفضل. صباح الخير. أهل. الجواب ده جه لسعادتك في البوسطه. خير.
خير ان شاء الله. ايه رأي سيدي؟ عزيزي الرائد عزت، ما تضيعش وقتك. اسماعيل اتقتل، والقاتل زميله المهندس عصام. اسماعيل اتقتل، مهندس اسماعيل حسين. الجواب ده لازم يروح النهاردة فرع المنصور. حاضر. بالمناسبة الفرع ما ردش، عمل ايه في المناقصة؟ المناقصة؟ ايوة المناقصة اللي قلت لك تبلغهم ياخدوها. والله اصل ايه ما تتكلم. في الحقيقة انا اتصلت يوميها بالمنصورة وكان الخط عطلان، وبعدين اتشغلت في الشغل ونسيت اتكلم بعد كده. ما اتكلمتش ليه تاني يوم يا بني ادم؟ اتكلمت امبارح وكانت المناقصة خدتها شركة تاني. طبعا ضروري تاخدها شركة تاني لانك مهمل ما بتفهمش. طب ما فيش داعي حضرتك تهزقني بالطريقة دي. معلش يا عصام بيه، تتعوض. يا لمع دي خسارة. والله انا ما اقصد. انا عارف انك ما بتقصدش، انما انت غبي غبي. مدام سوزي، انا عايز اعرف كل حاجه تعرفيها عن اسماعيل، وخصوصا الظروف اللي احاطت بيه يوم اختفائه. من 5 ايام اتصل بيا بالتليفون بالليل وقال انه هيبات بره لظروف خاصه بالشغل وما رجعش تاني. فات يومين وثلاثه واربعه، قلقت عليه. اتصلت بالمهندس عصام مدير الشركه، استغرب قوي، قال ان اسماعيل جه الشركه وطلب اجازه عارضه وما رجعش تاني. كان لابس ايه اخر مره شفتيه؟ بدله لبني صيفي عصام اهداها لي يوم عيد ميلاده، وقميص ازرق مشجر وجزمه سودا. حالته النفسيه كانت ايه في الفتره الاخيره؟ عاديه، بس بتهيألي كان بيسرح كتير، مش عارفه ليه. ما سالتيهوش ليه؟ سالته وكان بيقول ان مفيش حاجه. مدام سوزي، بصراحه كده اسماعيل كان في ازمه ماليه؟ ابدا ابدا، احنا مبسوطين والحمد لله. تعتقدي ان كان له اي متاعب خاصة سواء في الشغل أو خارج الشغل؟ أبدا. تشكي في أي حد له مصلحة في اختفاء إسماعيل؟ أبدا. ما جابلكيش سيرة عن أي خلافات له سواء جوه الشغل أو بره الشغل؟ أبدا. سؤال أخير، مدام سوزي، إيه مدى علاقتكم بالبشمهندس عصام؟ عصام يبقى مدير الشركة اللي بيشتغل فيها، ومن أعز أصدقائه، وكمان متجوز هدى بنت خالته، وعلاقتنا بيه كويسة جدا. مدام سوزي، في أي إضافات تحب تقوليها لي؟ لا مفيش، بس أرجوكم من فضلك تعملوا كل احتياطاتكم عشان إسماعيل يرجع، أنا مشغولة عليه قوي. اطمني يعني، أول ما أعرف أي معلومات هتصل بيكي. مع السلامة. الله يسلمك. إيه يا ابني اللي أنت بتقوله ده؟ أنت عايز تخرب بيتي يا ابني؟ أنت مش عارف إن أنا هنا مدير المشتريات بتاع الشركة؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليك يا رب. يا رب توب علينا بقى. اتفضل اتفضل انت على مكتبك. استاذ لامع مراد، مش كده؟ ايوه يا فندم. صباح الخير. صباح النور. انا الرائد عزت صبري مباحث. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. شكرا. استاذ لامع، كنت عايز اعرف معلوماتك ايه عن البشمهندس اسماعيل. انا معرفتي بيه من خلال زملته ليا في الشركه. انا ما اعرفش حاجه ابدا عن ظروفه العائليه. يا ترى اخر مره حضرتك شفته كان امتى؟ يوم الثلاث اللي فات وانا راجع من بنها بالليل، شفته راكب مع الباشمهندس عصام في عربيته على اول طريق مصر اسكندريه. حضرتك بتقول بالليل؟ ايوه بالليل. في حدود الساعه كام يعني؟ في حدود الساعه 9 وشويه. استاذ لمعي، مش ملاحظ ان ده نفس اليوم اللي اختفى فيه اسماعيل؟ والله انا بقول اللي شفته وخلاص. طب حضرتك قلت لي انه كان بالليل، ازاي اتاكدت انهم هم كانوا في اتجاه اسكندريه، وكان في حادثه على اول الطريق فالعربيات ماشيه على مهلها، علشان كده شفتهم كويس. يا ترى في حد منهم شافك؟
لا. استاذ دانا، يا حضرتك كنت في بنها بتعمل ايه؟ كنت في مأمورية. في اي معلومات تانية؟ لا. استاذ لمعي، انا افضل ان البشمهندس عصام ما يعرفش اي حاجة من اللي انت قلتها لي دلوقتي. فهمني طبعا. ايوه يا فندم، مظبوط. يعني اخر مرة شفت فيها اسماعيل كان الساعة 2 الظهر يوم ما اختفى. ايوه يا فندم. انت متأكد؟ طبعا متأكد. ما لاحظتش عليه يوميها اي شيء كده غير عادي؟ لا ما لاحظتش. فاكر اسماعيل كان لابس ايه اخر مره شفته فيها؟ والله يا فندم انا مش متاكد. هي مده الاجازه اللي طلبها منك اسماعيل كانت قد ايه؟ يومين، 16 و17. وعشان كده لما سوزي كلمتني يوم 19 قلت لها لو ما جاش بكره بلغ البوليس. استاذ عصام، بصفتك صديق شخصي لاسماعيل، ما حكلكش على اي مشاكل خاصه في حياته؟ لا يا فندم. ظروفه الماليه معلوماتك عنها ايه؟ كويسه جدا. برضه بصفتك صديق شخصي، ما تعرفش في اي شخص له مصلحه معينه في اختفائه؟ لا يا فندم، اسماعيل كان محبوب من الجميع ومفيش اي حاجه بينه وبين اي حد. حضرتك رايح اتجاه الجامعه؟ ايوه. ممكن اركب؟ اتفضلي. ميرسي. متأسفة قوي للإزعاج، في الحقيقة المحاضرة بتاعتي بعد 5 دقايق ومش لاقية تاكسي خالص. ولا يهمك، أنا تحت أمرك. طب لو سمحت تزود السرعة شوية لحسن كده هتعطلني. حاضر يا هاني. لا لا لا، مش كده، هتعمل حادثة وتعطلني أكتر من كده. حاضر، ما خفيش. أنت زعلت؟ لا. وبتشتغل إيه؟ أنا لا لا لا، أنا هقول لك. طب قولي. صاحب بوتيك. إشمعنى يعني؟ عندك عربية وباين عليك مبسوط ومريش. لا بقى، في دي طلعت أوت. أنا بشتغل سمكري. نعم. ميرسي قوي يا عزت. وانتي؟ وفاء. بس اهي الجامعه. انزلي هنا؟ ايوه. حاضر، دقيقه واحده هركن لك كويس عشان تنزلي مظبوط. بس ميرسي قوي قوي. باي باي. باي باي. عليكم السلام ورحمه الله. باشمهندس اسماعيل ما شفتوش؟ ما شفتوش من زمان يا باشا. هلا، هو مش متعود يجي هو والباشمهندس عصام كل يوم في الموقع هنا؟ ده انا بقالي اكتر من 10 ايام ما شفتوش. هنا هتسجل عليه ليه يا بيه؟ في حاجه؟ انا الرائد عزت صبري مباحث. شوف يا ريس، باشمهندس اسماعيل اختفى وبندور عليه، عايزك تقول لي اي معلومات تعرفها عنه هو او الباشمهندس عصام. والله يا بيه انا ما خبرش حاجه عن الباشمهندس اسماعيل. طب وعصام؟ راخر ما خبرش حاجه عنه. اسمع يا ريس، باشمهندس اسماعيل في احتمال كبير انه يكون اتقتل. اي معلومات انت تعرفها هيكون لها فايده كبيره جدا بالنسبه لنا. يا ساتر يا رب يا ابوي. تعالى بقى قول كده وما تخبيش عني اي حاجة تعرفها. والله يا بيه وانا جاعت من جمعتين لوحدي في المغربية، طب عليا الباشمهندس عصام وقال لي الاسمنت وصل؟ قلت له ايوه. قال لي طب روح هات لي صندوق سجاير. رحت اجيب له صندوق سجاير، وانا راجع شفت حاجة يا بيه مش هتصدقها. هصدقها يا سيدي بس قول. لقيت الباشمهندس اللي قد الدنيا سارق 3 سجاير اسمنت وحطيتهم في شنطة العربية من ورا يا بيه. أنت متأكد؟ أنا شايفه بعناية دول اللي هياكلهم الدود يا بيه.
وهو عارف انك شفته؟ لا يا بيه، كان فاكر ان انا لسه عاجب له السجاير. طب اسمع يا ريس، اوعى حد يعرف اللي انت قلته لي دلوقتي، والا حياتك انت هتبقى في خطر. حاضر. فاهم؟ حاضر. السلام عليكم. مع السلامه يا بيه. يعني الرؤية بدأت توضح. وكلام الغفير مظبوط يا فندم. وأنا لقيت الزلطة دي في شنطة العربية. بكده يبقى في قرائن كتير ضده. لكن مفيش دليل واحد قوي. عشان كده بفكر أواجهه. يمكن ينهار ويعترف، خصوصا انكم بتقولوا انه اعصابه تعبان. عمو استاذنا، عمو السنارة غمزت ولا ايه؟ السنارة مين يا عم؟ واحنا عندنا وقت. على اذنك. انت اهلاوية زيي ولا؟ يوه اهلاوية بقالي سنة. اتاريكي منورة. كل ده انا مش حاسس. شوفي ازاي؟ يا سلام. يلا. كانش عندك كلية بصراحة ولا كنت مزوغة؟ أنا؟ أنا زوغتش أبدا، أنا بنت ملتزمة جدا جدا جدا. أنت هنا لوحدك ولا معاكي حد؟ لوحدي. طب بقول إيه؟ الماتش عرفنا النتيجة والأهلي كالعادة هيكسب. إن شاء الله. ما تيجي نتمشى شوية. جه في أقوال سوزي انه البدلة اللي كان لابسها يوميها انت اديتها له هدية في عيد ميلاده. يا ترى ازاي ما لفتتش نظرك؟ ما خدتش بالي. تقدر توريني يا باشمهندس طلب الاجازة العارضة؟ هو ما كتبش طلب، قال لي كده شفوي. ليه؟ هو القانون مش حاتم منكم تكتبوا طلب؟ ولا انتوا هنا ماشيين من غير قانون؟ ماشيين بالقانون طبعا يا فندم، بس اسماعيل كصديق قلت له اكتبه بعدين. يا سيد عصام، الاسمنت والزلط اللي حضرتك سرقتهم من عمليه مصر الجديده وخبيتهم في شنطه عربيتك، عملت بيهم ايه؟ انا ما خدتش حاجه وما اسمحلكش تتهمني بالسرقه. اسمع يا عصام، الكلام ده مش في صالحك. احنا عارفين كل حاجه. الغفير عوضين شافك وانت بتاخدهم.
الغفير كذاب كذاب، وانا ما خدتش حاجة ما خدتش حاجة. لما يشافك انت واسماعيل في اول طريق اسكندرية يوم اختفائه وبالليل، كان بيكذب ولا انت اللي كذاب؟ كفاية كفاية، انا اتعذبت كتير، ضميري تعب. اعترف يا عصام. ايوه انا اللي قتلته، وهعترف بكل حاجة. في يوم فاكره زي النهاردة، كان يوم 11 من الشهر ده، معالي عصام بقينا احنا اللي بنجري وراك. ازيك يا احلام، وحشتيني. ما تشوفش وحش، اصل انا ضربتك على ايدك عشان ما تجيش، مش كده؟ ابدا والله، انت عارفه ان انا اتجوزت وبطلت شقاوة، لكن انت عارفه انا بعزك قد ايه. بقول لك ايه، الكلام بتاعك ده ما بقتش باكل منه، يلا بينا على البيت. بيت؟ اه بيت ايه، انا بطلت شقاوة. يلا اطلع اطلع. يا سلام على الدنيا لما تتشقلب. انت جرف مخك حاجه؟ صحيح الدنيا بتتشقلب، انت بقيت مستقيم، والهانم الشريفه العفيفه اللي سبتني علشانها، روح شوف بتعمل ايه من وراك. خلاصي عصام، احنا في الشارع، تعالى نقعد في مكان هادي. شوفي بقى، انا مش فاضي لوجع الدماغ، لو انت صادقه في اللي بتقوليه قوليلي مين هو. قوي قوي، اذا كنت تحب اقولك مين هو اقولك، واذا كنت تحب تشوفهم مع بعض مفيش مانع. لا وايه، في شقته. هتقولي مين؟ بس بشرط توعدني انك تمسك اعصابك وما تتهورش. ماشي ماشي ماشي، بس قولي قولي الهانم انك مسافر بكره، وراقب بيته بعد الظهر، هتلاقيها طلع شقته. عارف شقة مين؟ اسماعيل صاحبك يا أستاذ، ومرات اسماعيل سافرت اسكندرية أول امبارح، ولسه لسه هتقعد أسبوع كمان. ايه مش مصدقني؟ وعرفت الحكاية دي ازاي؟ مش شغلك، شوف انت بس الخيبة القوية اللي انت فيها. حقيقي انها ذكية اللي قدرت تضحك على واحد زيك. يا ويلك يا ويلك لو الكلام ده ما طلعش صحيح. متشكرة يا زينب، خدي بالك من نفسك يا حبيبتي، عموما انا مش هتأخر المرة دي. وانت كمان خلي بالك من نفسك. حاضر. Thank you.
اظن انت عايزنا عشان التنفيذ اتاخر. طب والله العظيم ده احنا شغالين على الاخر. انا عارف يا اسماعيل، بس انت عارف احنا مرتبطين بمواعيد. انا عرفت كل حاجه عن العصابه اللي كلمتك عنها قبل كده. ازاي؟ ارجوك يا اسماعيل تخلصنا من التنفيذ. اسمع، انت تنزل من هنا الساعه 2:30، تقابلني قدام كازينو الليل اللي في الهرم الساعه 3، نتغدى سوا واحكي لك على كل حاجه. طب انا هعمل كل جهدي. مش عاوز اي حد يعرف عن الميعاد ده. اوكي، مع السلامه يا اسماعيل. مع الف سلامه. تصور ان لامع مش هو كل حاجة، دي عصابة منظمة ورئيسها كمان في الشركة. وعرفته؟ لا لسه، انما بكرة الصبح هنعرف. ازاي؟ عرفت من المرشد ان لامع ورئيس العصابة هيقابلوا رئيس عصابة تانية الساعة 7 في طنطا. فين بالظبط؟ في ميدان الساعة. واحنا دلوقتي هنروح نتغدى، وبعدين هنروح نبيت في العزبة، وبكرة هنراقب الميدان. الشخص اللي هيكون مع لامعي يبقى رئيس العصابة، نعرفه ونبلغ البوليس. مشوار مقرف. مش كنت بلغت البوليس وريحتنا؟ لو بلغنا البوليس مش هيقول لنا عليه، وانا عاوز اعرفه الاول. انا هشرب شاي، تحب اعمل لك معايا؟ لا، اذا كان في بن معلش. لو مفيش بن هتشرب شاي غصب عنك. اي حاجه يا سيدي. حظك في رجليك يا عم، لقيت بن. بقول ايه؟ افرض ما جاش رئيس العصابه مع لمعي، او ما جوش هما الاثنين، هتعمل ايه؟ هبلغ البوليس يتصرف بمعرفته. عايزها مظبوطه؟ يعني ما انتش عارف. طبعا عارف عنك كل حاجه. مش معاشرك 15 سنه؟
الحياة. حطيته في سجن لغاية ما طلعت روحه. حبيت انتقم منه الانتقام اللي يستاهله. مهندس عصام، أمر بالقبض عليك بتهمة قتل المهندس إسماعيل مع سبق الإصرار والترصد. فتش السطوح حتة حتة، مفيش حاجة أبدا فوق ولا هنا كمان. ألو، مين يا فندم؟ أنا زينب الشغالة. ممكن أكلم مدام هدى؟ ست خرجت من الصبح ولسه ما جاتش، لما تيجي أقول لها مين. أنا المهندس أحمد من الشركة، وعايزة في حاجة ضروري جدا. ما تعرفيش راحت فين؟ ما فيش حد خالص، انما 100% الاكل موجود في العماره. اسمع يا سامي، هنفتش العماره شقه شقه لحد ما نقبض على الاكل. حاجه عجيبه جدا. سامي افندم، ابعت لي خبر المعمل والادله الجنائيه. حاضر يا فندم. وابعت لي البواب بالمره. حاضر يا فندم. يا هاني، ما تعرفيش مين اللي ساكن في الشقة دي؟ لا يا فندم ما اعرفش. ما شفتيش الساكن ده أبدا؟ لا يا فندم ما شفتوش قبل كده. طب الفضل خش جوه واقفلي عليكي. حاضر يا فندم. ما تفتحيش لأي مخلوق. حاضر يا فندم. اقفلي. قولي يا خينا. نعم يا بيه. الشقة دي متأجرة؟ الشقة دي أصحابها مسافرين الكويت بقالهم 6 أشهر ومن يوميها مقفولة. متأكد؟ إلا متأكد، أمال يا بيه. طب والشقة دي؟ الشقة دي متأجرة مفروشة. لمين؟ لواحد يا بيه. طبعا ما أنا عارف. عارف، وعرفت منين يا بيه؟ يا بني آدم، أنا عايز أعرف مين اللي مأجر الشقة دي ومعلوماتك عنه إيه؟ والله العظيم يا بيه أنا ما خبرش حاجة عنه، ده مقدرها من دمعة فاتت بس. ما تفتكرش أي حاجة عنه؟ لا ما افتكرش، أنا اللي أعرفه إن هو يعني أرفع مني حبتين وشعر اسود ومفلفل ومتخنفس ودايما شايل في ايده شنطه، طالع بيها ونزل بيها، نزل بيها وطلع بيها. بس 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 ايه تاني؟ بس يا بيه. بس يعني ايه؟ يعني ما تفتكرش لونه ايه؟ لون عينيه شكلها ايه؟ ايه؟ وانا راح ادقق في عينيه ليه؟ في ايه بالظبط؟ ايه اللي حصل؟ لا مؤاخذه، انا ممدوح محرم صاحب العماره. في جريمه قتل حصلت هنا دلوقتي. القتيل مدير الشركه اللي قدامكم. القاتل ضرب ببندقيه من شقه 14
ولسه موجود هنا في العمارة. يا ساتر يا رب. قولي عندك مفتاح الشقة دي ولا اكسره؟ اطلع هات المفتاح من فوق. انا يا الاثنين يا سلام تقدر. قولي يا سيد. افندم. مين اللي مأجر شقة 14 دي؟ شاب اسمه حسين. وقال انه موظف واهله في اسكندرية. وطلب انه يؤجر الشقة لمدة شهرين علشان يعمل ابحاث في القاهرة. ودفع شهرين مقدم وعملت له عقد بعد ما اطلعت على بطاقته. المفتاح اهو يا اخي، المفتاح اهي. واضح ان الشقه ما استعملتش بالمده. قول لي يا حضر افندم، في منط على الشقه من اي حته؟ لا مفيش. منط؟ منط ازاي وانا البواب سبع البيت اللي تحت، حد يقدر ينط علينا؟ يا ساتر بيض. وانت مأجرها مفروشه برضو؟ كنت قبل ما يشتريها اللي كان ساكن فيها تقريبا من ست شهور، وبعدين سافر الكويت وملحقش غير العفش. انا هبقى استدعيك تاني في التحقيق عشان اخد اقوالك بالتفصيل. البي لسه ما جاش؟ لا يا ستي، المهندس احمد اتصل من الشركه وقال انه عايز حضرتك ضروري. معلش، عاوز ايه؟ لا طب هاتي لي التليفون وحياتك. حاضر. الو، مين فرغلي؟ البي موجود يا فرغلي؟ ست هانم، الباقيه في حياتك يا ست هانم. في ايه يا فرغلي؟ اتكلم. عصام بيت عدل يا فندم. ما تخافش من اي حاجه واتكلم. في يوم يا سعاده البي كان الخط المباشر بتاع عصام بيه عطلان، فطلبته مدام هنا عن طريقي. بعد مده دخلت على الخط عشان اشوفه خلص ولا لسه. سمعتها بتقول له وهي متنرفزه قوي: انا هقتلك لو بصيت لواحده تانية. انت متاكد من الكلام ده؟ طبعا يا بيه، ده انا سامعها بوداني. وبعدين؟ في الحقيقه يا بيه انا خرجت من الخط على طول. عندك حاجه تانية عايز تقولها؟ لا يا بيه. يعني تفتكر مدام هدى قتلت جوزها؟ حاشا لله يا بيه، انا ما بتهمهاش باي حاجه، لكن انا بس بخلص ذمتي من ربنا. تليفون علشانك يا ست هاني. الو، انا فوزي. اسمع يا فوزي، انت ما تتصلش بيا هنا تاني، فاهم؟ احتمال يكون البوليس مراقب التليفون. انا لما عاوزك هتصل بيك باي طريقه. اسمع انت يا هدى هانم، انا عملت اللي عليا وخلاص، وعاوز بقى حسابي، وبعد كده لا تتصل بيا ولا اتصل بيكي. انت مجنون، ازاي اديك حسابك دلوقتي؟ ما تخافش يا فوزي، حسابك هتاخده كله زي ما اتفقنا واكتر شويه. ايوه، الخريطه قدامك، حصر المكان من كل ناحيه، ومش عاوز حد فيهم يفلت، فاهم؟ انصراف. اقعد. يا ها عملتوا ايه؟ مفيش بصمات خالص. طبعا، بس اللي محيرني ازاي عرفوا يخرجوا من العماره من غير ما حد يشوفهم واحنا محاوطينها من كل ناحيه. يا فندم، احنا فتشنا العماره حته حته، عشان كده انا ما زلت مصر القاتل لسه جوه العماره. مش عايزين نعتمد على كده وبس، انا عاوزك تراقب كل شخص له صله بالعصابه ولو سطحيه. احنا فعلا مراقبين هدى وتليفونها وسوزي مرات القتيل اسماعيل وتليفونها كمان. بالمناسبه عاوزك تعرف عنوان عزبه عصام. ليه يا فندم؟ تروحوا تطلعوا جثه اسماعيل من التابوت علشان نخلص الاجراءات ونتم التحقيق بالنسبه له. حاضر يا فندم. ها، وبتراقبوا مين كمان؟ فوزي السكرتير يا فندم، الباقي بقى مراقبه عاديه. انتوا نسيتوا واحد مهم قوي. مين يا فندم؟ لا
سامعي؟ عاوزك تراقب مراقبة مشددة، وانت عارف انه جه في اعتراف عصام انه قال اسماعيل انه كان بيشك في لمعي. بس يا فندم بتهيألي دي كانت طريقة لاستدراج اسماعيل عشان يقتله. لا لا لا، ده كلمه قبل ما يشك في اسماعيل، وجايز يكون في عصابة كشفت بتاع عصام وقتلته. والله كل شيء جايز يا فندم. الو مدام هدى، الباقية في حياتك. انا في الحقيقة مش عارفة اقولك ايه، انا مقدرة شعورك كويس قوي، لكن اقسم لك انا ما كنتش متوقعة الحكاية توصل لكده. مين اللي بتتكلم؟ انا احلام، هحكي لك كل حاجة عشان ضميري يستريح. حاجات كتير عن عصام. عصام عمره ما خانك، لكن كان ندل. مريتك يا مدام. طب هكلمك بعدين. والصعايده غاليه عليا يا عيني يا عبد القويه، والصعايده غاليه عليا اديني اديني اكتر، والميه في ايدي السكر. ادخل
احلام. مساء الخير. اهلا. انا الرائد عزت صبري مباحث. اهلا وسهلا. اقدر ادردش معاكي كده كلمتين؟ اتفضل. متشكر قوي. مدام احلام، انا كنت عايز اعرف من حضرتك علاقتك ايه بعصام؟ عصام؟ الباشمهندس عصام اللي حضرتك كلمتي هدى مراته النهارده في التليفون، افكرك ولا تحبي اسمعك التسجيل؟ لا ما تخافيش، احنا جبنا امر من القاضي حسب القانون قبل ما نسجل. بتهيألي احسن لو حضرتك جيتي معايا برضه. الو مدام هدى، الباقيه في حياتك. انا في الحقيقه مش عارفه اقول لك ايه، انا مقدره شعورك كويس قوي. اظن بقى واضح دلوقتي يا مدام احلام انك ما تخبيش اي حاجه. فعلا عصام الله يرحمه كان راجل نتل، هدم حياتي وبهدلني، ضحك عليا وانا لسه عيله صغيره معرفش السما من العمى. ازاي؟ حبيته واديته كل حاجه على امل انه يتجوزني، بس للاسف اتضح لي انه عمل مع غيري كده كتير، وقعدهم وهرب منهم زي ما هرب مني. يعني ما شفتهوش بقالك مده كبيره؟ ايوه، لحد ما شفته في الكباريه مع مراته وناس صحابه، مشيت وراهم، قدرت اعرف عنوانه ونمر تليفونه ومين هم اصحابه. وبعدين؟ كان الشيطان شاطر وحبيت انتقم منه. قابلته وقلت له مراتك بتخونك مع اسماعيل، وكلمت مراته قلت لها عصام بيخونك مع سوزي، واديتهم ميعاد واحد في نفس المكان. ومستريحه دلوقتي للنتيجه؟ مستريحه؟ ده انا ما بنامش طول الليل، ضميري بيعذبني. دلوقتي بس ضميرك بيعذبك؟ ولما تسببتي في قتل اسماعيل ضميرك ما كانش بيعذبك؟ ده غير ما يظهر حاجه جديده في القضيه تدينك كمان. اعتقد ان الفلوس هي الدافع الوحيد اللي خلت فوزي يقتل عصام. احتمال يا فندم، احتمال يكون في دافع تاني. يمكن. وطبعا بالنسبه لهدى الدافع ما فيهوش اي غموض. تمام، زي ما جه في اقوال فوزي واعتراف احلام، وده اللي خليني اعتقد يا اما هي اللي قتلته يا هي اللي سلطت فوزي. اما بالنسبه لهدى فيبعتوها لي انا هستجوبها بنفسي، وخليكم مراقبين فوزي. حاضر. رقيب سامي. عينيك حلوه حقيقي، عينيك حلوه. عارف ليه انا كده؟ كل ما ابص لهم احس براحه عيني. ده يمكن ده اول مره بشعر بشعور. صحيح يا عزة، من قلبك الكلام ده؟ طبعا من قلبي، ويا ريت اقدر اقول لك كل اللي في قلبي كمان. يا ريت، يا ريت انا اللي اقدر اقول لك كل اللي في قلبي. تعرف يا عزة، أنا حاسة إني أعرفك من زمان، زمان قوي، لكن صورة دي؟ لا 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 لا. ليه؟ مفيش داعي. ليه مفيش داعي ليه؟ حد يشوفها ولا حاجة. وإيه يعني؟ دي هتبقى تذكار معايا أنا. عايزك بالنبي ما تضايقنيش. لا خلاص بلاش، شكرينا. للأسف ما طلعتش بنتيجة إذا كان القاتل أشول أو لا. وبكده برضه ممكن تكون هدى هي القاتلة أو فوزي الأشول هو القاتل.
صح، عشان كده انا بقول لك ما طلعتش بنتيجه. بعد ما فقت من الصدمه اتصلت ببابا، جالي وروحنا المشرحه عشان تقعد عايز ينسى. افهم من كده انك كنت بتحبيه قوي. اظن كل ست من حقها تحافظ على جوزها. مش بالطريقه دي. ويا ترى من حقها تهدده بالقتل لو بص لواحده تانيه زي ما هددتيه في التليفون؟ تقصد ايه يعني؟ اقصد اللي قلته. حصل ولا ما حصلش؟ حصل، بس انا ما كنتش اقصد المعنى ده. امال كنت تقصدي ايه؟ والله العظيم ولا حاجه، مجرد انفعال وبعديها اتصالحنا على طول. امال ايه حكايه احلام؟ احلام؟ ايوه احلام. ولعلمك احنا سمعنا المكالمه التليفونيه كلها. قولي لي، يوم ما رحتي عند سوزي في البيت علشان تظبطي اعصابك ايه اللي حصل؟ اتفضلي قولي. انا فعلا رحت الشقه حسب الميعاد اللي قالت عليه احلام. رحت هناك لقيت سوزي ولقيت اسماعيل، ما كانش ناوي يخرج. قعدت معاهم حوالي ساعتين وبعدين روحت. ما جبتش سيره لعصام على اعتبار حسيت ان الحكايه لعب كلها افلام. مدام هدى، ممكن تقولي لي بالظبط ايه العلاقه اللي بينك وبين فوزي؟ يعني سمعت المكالمه دي كمان؟ احنا بنسمع وبنعرف كل حاجه. قولي لي ايه بقى الحساب اللي بينك وبين فوزي؟ وخايفه يتصل بيكي ليه؟ عشان كنت خايفه لو عرفت ان في بيني وبينه حاجه هتسيء الظن بيا. مع العلم كل اللي بينا مجرد اني كلفت وراقب عصام لو كلم ستات في التليفون. واتفقتي معاه على كام؟ على 50 جنيه. اديته 25 وفاضل له 25. يا عزة يا فندم، استخرج امر بحبسها على ذمة التحقيق. انا مش قادرة افهم انت زعلانة من ايه؟ يا سهام انا حاسة انه بيحبني، بيحبني قوي. طب وماله يا اختي؟ وايه اللي يحصل يعني؟ طب ما هو ده المطلوب. على رأيك ده المطلوب. يا عبيطة، اتفسحي وفرفشي ولا يهمك. انا كمان بحبه. بحبه قوي. أوي. يا نهار ابيض، انت اتجننتي؟ اكيد جرى في مخك حاجه. ايوه جرى، جرى حاجات كتير قوي. اسكتي يا سهام، انت ما تعرفيش حاجه. لو اللي بيه بره عاوز يقابل سعادتك. خليه اتفضل. يا صباح الفل. يا صباح النور، اهلا وسهلا، اتفضل. ايش ايش ايه الفخفاخه دي كلها؟ طبعا يا سيدي، رايلك الجو بقيت المدير. وبعدين بقى؟ ولا قبلين. خلينا في المهم، وايه اخر تعليمات البيه الكبير؟ وامتى هنسلم البضاعه؟ مش هنقدر نسلمها دلوقتي الا لما تبرد حكايه عصام. ومش معقول كمان تفضل عندي اكتر من كده. دي تعليماته وانت عارف اللي في دماغه بينفذه. انا ما بقولش حاجه، بس لو نسلمها بدري ونخلص يبقى 100 فل و10. يبقى قول له انت الكلام ده في الاجتماع اللي جاي. اقول له مصلحتنا كلنا. سلام. سلام. يا اهلا 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 وسهلا. اتفضل. يا اهلا يا اهلا وسهلا. اهلا اتفضل. اولا يا سيدي مبروك. الله يبارك فيك. ثانيا كان يهمني اعرف منك ايه اللي تعرفه بالظبط عن عصام وخصوصا اخلاقه. انا يمكن سبق قلت لحضرتك قبل كده انا ما اعرفش كتير عن خصوصياته، اما عن اخلاقياته في العمل هنا فكان عادي جدا يعني، ولو انه في الايام الاخيره دي كان بيتنرفز كتير قوي بدون سبب واضح. الله يرحمه. بيتنرفز ازاي يعني؟ يعني
مثلا كنت قاعد معاه هنا في مكتبه مره من المرات، دخل عليه فوز السكرتير بتاعه عشان يعرض عليه بوسطه، فالحقيقه شتمه وهزقه لانه نسي يبعت جواب لفرع المنصوره خاص بمناقصه. الحقيقه انا شفت فوزي اتاثر جدا وحصل الدنيا مشده عنيفه جدا. شتمه وقال له ايه؟ قال له انت مهمل وغبي وشويه كلام زي كده. ونتيجه المشده كانت ايه؟ عصام الله يرحمه كان هدده بالفصل، فرد عليه فوزي وقال له ربنا ينتقم منك. مسكين عصام، زي ما يكون ربنا استجاب لدعوه فوزي. هل كان في تهديد صريح منه بالقتل؟ لا لا لا، ما اقدرش اقول ان كان في تهديد بالمعنى المفهوم ده يعني. وبعدين؟ وبعدين تدخلت انا وهديته شويه وخليته يعدل عن قرار الفصل ده. استاذ لمعي، ايه مدى علاقتك بعصام بالظبط؟ لا ابدا، علاقه عمل لا اكثر ولا اقل. بس يعني؟ ايوه. حضرتك كنت هنا والحادث؟ لا انا كنت في اسكندريه في ماموريه ورجعت بالليل. متشكرين. افتكر دلوقتي كل واحد فهم الدور اللي هيقوم بيه. تمام. يهمني كمان ان احنا يعني تصرفاتنا تتسم بالهدوء ونلتزم بالتوقيت. انا هكون واقف من بعيد براقب العمليه كلها، وبعدين هحصلكوا على هنا. على كده جماعه اسكندريه هتاخدوا البضاعه امتى؟ بكره ولا بعده؟ ما قلت لك يا حسين ما تستعجلش. تستعجلش يا اخي، لما يجي البيع الكبير ان شاء الله هيقول لنا هياخدوها امتى. مساء الخير. اهلا. ايه يا ست هانم، اتاخرت ليه؟ اصل بعيد عنك الحب وحش قوي. عيب، بلاش الكلام ده. تعالي اقعد هنا، تعالي فز 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 فز. عادي، خلي بالك من نفسك، مهمتك تجيب لنا معلومات عن التحقيق مش تحبيه. وهو انا قصرت في حاجه؟ ايوه. اتفضلوا يا رجالة، اتفضلوا كل واحد منكم يجهز نفسه. ماشي. وفاء، انت لغاية دلوقتي ما جبتيش حاجة مهمة خالص. يا حلوة، لازم تشد حيلك شوية. ها؟ حاضر. واظن انت عارفة بكرة دورك كويس قوي ولا ايه؟ يعني عصام ما شتمكش؟ لا، انما لمع قال انكم اتخانقتوا. يبقى كذاب. وهدى، انت لسه مصمم انها كانت مكلفاك انك تراقب عصام؟ ايوه، ده اللي حصل. امال كنت فين وقت الجريمه؟ كنت مع الاستاذ لمع بنوصل فلوس البنك. لمع كان في اسكندريه؟ ابدا، ده احنا حتى رحنا لقينا البنك قافل، فقال انه راح مشوار وركب عربيته ومشي، وانا رجعت الاتوبيس لقيت الحادثه. حاضر، خذوا على الحجز. حاضر. اديني الرأي. زكي صالح، عايز لحد امتى حبيبي هتفضل كده سارح عني بعيد؟ اعذريني يا وفاء، انا لو كنت اعرف اعتذر لك ما كنتش جيت النهارده خالص. قد كده في حاجه مضايقاك ومش عايز تقولها لي؟ هي مضايقاني وبس، دي مشتته كل تفكيري. طب ما تقول لي يا حبيبي، يمكن اقدر اساعدك. يا ريت يا وفاء. وحياتي عندك لا تقول. اقول لك ايه بس، دي حاجه خاصه بالشغل. طب وماله يا سيدي بس قول. وماله يعني ايه؟ دي اصلها قضية قتل. وتصوري كل ما نفتكر ان احنا عرفنا شخصية القاتل، ابص الاقي شخصية جديدة طلعت في الكادر. الله، انا بحب قوي الحكايات دي. هي ونبي تحكي لي. يلا بقى احكي لك. شو يا ست، اصل في احنا لحد امتى هنفضل بالشكل ده؟ احنا لازم نتجوز بقى.
طبعا يا حبيبتي لازم نتجوز. امال ايه؟ احنا بنلعب. بس نخلص الشغلانه الكبيره دي الاول وبعدين كل حاجه هتمشي تمام. بس انا ضميري بيعذبني. ضمير ايه بقى؟ ما تعالي سام، اوعي تضعفي، انت فاهمه؟ خليكي ماشيه زي ما انت كده، مش عايز اسمع ولا كلمه في الحكايه دي تاني مره. يا حلوه يلا. يلا بينا بقى لحسن الناس مستنينا بره. يا حلوه. الجدع اللي اسمه عزة ده يظهر مش ناوي يجيبها معايا البر. ازاي؟ اول امبارح وانا بضرب نار في نادي الصيد كان بيراقبني. الواد ده بقى خطر علينا قوي. ونخلص عليه ونخلص. لا 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 لا، انا عندي فكره كويسه قوي هنوضبه بيها كويس. عزة افندم، ما قلتليش عملت ايه مع وفاء؟ جمعنا عنها شوية معلومات وتأكدت يا فندم انها بتكذب. بتكذب في كل شيء. خليك معاها زي ما انت، اكيد هنوصل لحاجة اكيد. تعرف يا عزت، نفسي اجري واجري واجري، احس اني بنطلق حرة. طب ما تجري، حد حيشك؟ تسابقني؟ اسمعي يا بنت الحلال، انت مش قدي. طب بص، تعرف الجون اللي هناك ده؟ نجري لحد هناك ونشوف مين اللي هيساب. ماشي ماشي، اقول واحد اتنين تلاتة ونجري. اوكي يلا. واحد اتنين. ايوه. وده عزت يا عزت، رجلي يا عزت. ايه مالها رجلي؟ رجلي انجزعت. فيدي ايش حاجة تسريبة انت بتدلعي. ولا انت ولا عشرة زيك يضحكوا عليا. يا ريت يا ريت يا حبيبي اقدر اقول لك كل حاجة وارتاح. مالك؟ ابدا مفيش. مفيش ازاي؟ انا اصل ماما سافرت البلد عند خالتي وهقعد لوحدي طول الليل. طب ودي حاجة تضايقك؟ دي فرصة حلوة عشان اعزمك على سهرة جميلة. بس مفيش بس ولا حاجة، أنا وأنتي نتعشى سوا وهتبقى ليلة من العمر. ازاي بس وحسن ما سابش الشقة لحظة واحدة من يوم الجريمة؟ وكمان الشبابيك كلها مقفولة والقاتل ما طلعش من تحت. ده انا بستغرب له يا اخي، اللي بستعجب له ازاي قدر يقعد هنا سبع ايام، سبع ايام من غير اكل ولا شرب ولا حركة. عموما اشتراك مجموعة في العمل ده دليل قاطع من وجود عصابة فعلا. وده اللي هيوصلنا للمعي. عندك حق. هي في حاجة ناقصة وأنا ضروري حصلها. يا رب يا رب ما تعذبنيش أكتر من كده. أنا بشر يا رب، أنا مش أول ولا آخر واحدة تغلط في الدنيا.
ويا ترى لو ما كنتش حبيتيه بصحيح كنت ندمتي كده وقلت يا رب؟ انت صحيتي؟ ايوه يا اختي، ما انت مصحياني من الفجر. انا ما نمتش خالص. تستاهلي. انا استاهل اكتر من كده. لو كنت انا وانتي موظفين محترمين ما كناش وقعنا في عصابة التزوير دي، ما كناش بقينا تحت رحمة لمعي، وكنت ساعتها. يا حبيبتي خليكي واقعية، نحن تورطنا ومسكوا علينا مستندات واللي كان كان. كنت اتجوزت. يا ريت يا ريت يا سهر. يا ريت. قومي يا حبيبتي قومي، يلا اغسلي وشك يمكن تفوقي. اسمعي انتي تهربي وانا هروح اعترف له بكل حاجة. تبقي مجنونة رسمي. عارفة ليه؟ لأنه هيحطك في السجن 100% حتى لو كان بيموت فيكي. مش قادرة، مش قادرة مثل عليه أكتر من كده. يا عبيطة استحملي. ولو هربت تهربي؟ أيوه تهربي. تروحي فين يا حسرة؟ ده أنت مقطوعة من شجرة. حتى قرايبك البعاد أندال ما سألوش عنك بقالهم سنين. مش عارفة أعمل إيه العز، بس لازم أعمل حاجة. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ سامي ايه رايك؟ اعتقد ان واحد من الاتنين اللي ضربوا سيد هو القاتل، وطبعا معاه مفتاح للشقه. طلع وفتح بشويش لقى حسن قدامه، راح ضربه وخد الحاجه اللي نسيها ونزل جري. انت نسيت ان سعد نزل بمجرد ما سمع صفاره سيد ولقى القاتل نازل جري من الشقه؟ يعني لما ضرب سيد تحت كان القاتل فعلا فوق. يعني الشبابيك كلها مقفولة والباب مقفول والقاتل ما طلعش من تحت، يبقى ايه؟ فكر معايا يا سامي فكر. والله انا بقيت مش فاهم اي حاجة. صحيح ما جاش من بره، انما يقعد المدة دي كلها في الشقة وهي محروسة ازاي؟ لازم بقى مخاوي. مخاوي؟ انا متأكد انه كان فيها، وهرجع تاني الشقة وهقلبها حتة حتة لغاية ما اعرف الحقيقة. في اوامر من البيه الكبير ان نخطف الضابط ده اللي اسمه عزت، وكل واحد فيكم له دور مهم جدا. ما تقول لنا دورنا عشان نلحق مشوارنا. لا معلش اجلوا المشوار ده شويه، البيه زمانه جاي وهيقول لكل واحد فيكم دوره بنفسه. لما انت بقى يا حلوه انت عليكي بقى تجرجريه لغايه الشقه بصنعه لطافه كده، والباقي مالكيش دعوه بيه انت ابدا. هتعملوا فيه ايه؟ هنخلص عليه طبعا. مش ممكن مش ممكن، حرام عليكم، انا ما اقدرش اعمل كده ابدا. كشفت نفسك يا خاينه. زينو فلاوي. نعم. خدوها علموها الحب لعذري، الحب على حياته. ارموها جوه يابا. بعدوا عني مجرمين يا كلاب. سامي آثار الأقدام المرة دي جاية من الدولاب. تعال. مش قادر أميزها أكتر من كده. هي إيه؟ آثار أقدام القاتل. أكيد كان لابس جزمة كاوتش، وبدايتها خارجة من الدولاب. خارجة من الدولاب سامي، احنا لما شفناها قبل كده كانت متجهة للدولاب مش كده؟ ايوه. تعالى زق معايا ده. سامي بص، اجري للبواب خليه يديك مفتاح الشقة اللي جنبيها بسرعة. نفس الصنف اللي لقيناه هناك. ايه الحكاية دي؟ هو القاتل كان في الشقة دي ولا في الشقة التانية؟ ده
دلوقتي هتعرف. معايا سيد. مش قادر افهم ازاي بيقدر يشد الدولاب لوحده بعد ما بيخطي هنا. فعلا دي الحاجه الغريبه اللي ما قدرتش اوصل لها. اسمع، حط حراسه على الشقه لحد ما ياخدوا البصمات كلها. يلا بينا. اسمع يا سامي، اول ما نوصل المكتب عايزين نطلع امر بالافراج عن مدام هدى وفوزي. مدام هدى معلش، لانها بالمنظر ده مش ممكن تكون هي القاتله. انما فوزي ليه؟ لان فوزي كان مقبوض عليه ومش ممكن يكون هو القاتل اللي هرب من الشقه. اه صحيح، يظهر اني تعبت ومش قادر افكر. احنا متاسفين قوي يا هدى هانم. الحمد لله اللي جت لحد كده وظهرت براءتي. انا بعتذر لك عن اي ازعاج نكون سببناه لك. انا كان نفسي اسالك سؤال يا عزت بيه. عارف هتسالي ايه؟ ازاي احنا عرفنا الكلام اللي انت قلتي لي يا عصام؟ انا هقتلك لو بصيت لواحده تانيه، مش كده؟ انا فعلا قلت الكلمه دي، بس ازاي سمعتوها؟ حضرتك ناسيه ان البوليس في كل حته، وناسيه كمان ان الصدفه واحده هي السبب في كل اللي حصل لك. ازاي؟ اقول لحضرتك، فرغلي عامل التليفون اللي في الشركه بالصدفه واحده دخل على الخط عشان يشوف الخط فاضي ولا لا، سمع حضرتك بتكلمي عصام. خط ايه وفرغلي ايه اللي دخل فيه؟ يوميه حضرتك طلبت المرحوم عصام على نمرته الخاصه ولقيتيها مشغوله، رحت طالبه على السويتش وحولوا له الخط. ابدا، انا طلبته على التليفون المباشر، ما كانش عطلان ولا حاجه. انت متاكده انه ما كانش عطلان؟ طبعا متاكده. ما دام متاكده يبقى قربنا نوصل. احنا متاسفين قوي يا هدى هانم. تحب اوصلك؟ لا متشكرا. ابعت حد يوصل حضرتك؟ شكرا. سامي تعال لي فورا، احنا لازم نروح الشقه دلوقتي على طول. انا عرفت القاتل كان بيدخل وبيخرج ازاي من غير ما يحرك الدواليب. على ظهر الدولاب وحاول ترفعه لفوق. ايه رايك بقى؟ طريقة ذكية وعملية جدا وما تخطرش على بال أي حد أبدا. أنا هخليهم ياخدوا بصمات الدولاب من كل حتة، وخصوصا ظهر الدولاب. انت يا سامي بقى تقدر بكره تسافر طنطا وتخلص ماموريتك. حاضر يا فندم. وراي. يا فندم لقينا بصمات على ظهر الدولاب من جوه ومن بره. هاي قارنتوها؟ قارناها ببصمات كل المشتبه فيهم. للاسف مفيش ولا بصمه بتنطبق على بصمات الدولاب. ولا بصمات فرغلي؟ ولا حتى بصمات فرغلي. عجيبه. على العموم استمروا في المراقبه، لانه فرغلي اكيد من العصابه، والا ما كانتش انصدمت على التليفون المباشر بتاع عصام. لقيناها يا فندم. يلا كسروها يا رجاله. الو. انا سامي يا فندم، بتكلم من عيلة عصام من طنطا. الطابوت فاضي. فاضي؟ يعني ايه الطابوت فاضي؟ ازاي؟ والجثة راحت فين؟ مفيش جثة خالص يا فندم. مفيش جثة؟ اسمع، خليك عندك، أنا جايلك على طول.
سامي اسماعيل ما تقتلش. ما تقتلش؟ ما تقتلش ازاي؟ ده عصام اعترف. ما هو ده اللي محيرني. عصام يجهز التابوت ويجهزه على الفاضي ويعترف كده. طب ليه؟ طب لو اسماعيل كويس وما فيش حاجه ضده يختفي المده دي كلها ليه؟ اسمع يا سامي، احنا ننزل مصر فورا، واول ما نوصل نقارن بصمات القاتل ببصمات اسماعيل. ورايا. ربنا سهل. الظاهر الجماعة مجتمعين النهاردة. تبقى دي هي فرصتنا اللي كنا مستنيينها من زمان. عندك حق. أقرب تليفون بلغ سيادة العميد يبعت القوة فورا هنا. حاضر يا فندم. بسرعة. يلا سيدي. وزي ما قلت لكم فتحوا دمكم معاه كويس قوي عشان دي آخر مرة هيقعد معاكم فيها. البيه وصل. صباح الخير يا رجالة. صباح النور. أهلا يا بيه. اسمعوا، وفاء لازم تتخلصوا منها بسرعة. البضاعة هتتسلم بكرة. أنتوا طبعا عارفين إن أنا ميت في نظر البوليس، عشان كده هخطف سوزي مراتي وأسافر بعدها على طول. بمجرد ما أسافر لمعي هياخد مطرحي هنا، وهو عارف ازاي يتعامل معايا وانا بره. فاهلاوي وزينهم بعد ما يخلصوا على وفاء يسافروا على اسكندريه على طول. مفهوم؟ ان شاء الله يا اختي هنتجوز في رمضان. قدامي يلا كله. Thank you.
لا ذكي. انا على فكرة اقدر الذكاء وعزه جدا، انما ما تتغرش مش 100% يعني، لانك نسيت بصماتك على ظهر الدولاب. انما في حتة ذكاء بحقيقة فيك، انك قدرت تخرج من التابوت لوحدك، ولو اني بيني وبينك انا مصر ان في حد ساعدك. بقول ايه، ما تفتش وتدور عليا. اذا كنت تحب تسمع الحكاية حولها لك عشان تعرف انه لا انت ولا مية زيك كان يقدر يقف قصادي. انما انا في سؤال كده نفسي اعرفه، انت من الاساس قتلت عصام ليه؟ لانه كان هيقتلني لما عرف ان رئيس العصابة. وش عرفك انه عرف انك رئيس العصابة؟ كلامه ليا في الفيلا شككني، ولما حاول يقتلني اتأكدت انه عارف كل حاجة عنده وعن العصابة، وعشان كده هو بقى خطر وكان لازم اقتله. انما انت طلعت من التابوت ازاي يا اسماعيل؟ لوحدك ولا في حد ساعدك؟ ابدا، انا يوميها شكيت من مويلي على شر، لما صمم يشربني قهوة شكيت زيادة، حسيت ان القهوة طعمها غريب فعملت اني بشربها، وعملت كمان ان مغمى عليا عشان اهرب في الوقت المناسب واقتله بطريقة ما اتكشفش بيها. وبعدين سحبني في الجنينة. انا رتبت كل حاجه في دماغي. اسمع فهلاوي، انت ليك دور مهم. امر تنفذ كل التعليمات دي بدقه وتاخد بالك كويس جدا، فاهم؟ فاهم. مبروك المفتاح. العدة؟ جبتها، جبت لك الاكل اللي كان فيك اسبوع زياده. وريني. وايه تاني؟ شوف شغلك. خلاص عرفت كل حاجة، أظن بقى تموت وأنت مستريح. Thank you.
وفاء. سامحني. هبقى ازورك في المستشفى.